خلاص الاداره الفنيه يعني ما فيش حد. فنادي الزمالك او نادي الاسماعيلي انا اسف يعني بيفكروا بوجود مدرب وطني ويكون احد ابناء نادي الاسماعيلي. الحقيقه خلينا نقول ان دائما نادي الاسماعيلي ابناء هم اللي يعني بيعرفوا يشتغلوا معاه. اي حد بيجي من بره بيواجه مشاكل كتير. فالحقيقه حتى الان يعني في رغبه بالنسبه لاداره نادي الاسماعيلي ان يكون الخليفه خليفه كابتن ايهاب جلال واحد من ابناء النادي ده بالنسبه للمدير الفني القادم بالنسبه لنادي الاسماعيلي. طيب دي اخبارنا، خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل الاستاذ عصام شلتوت استاذ جمال الزهيري هيكونوا معانا، حديث طبعا عن المباريات الخاصه بالانديه الاربعه المشاركه في بطولات افريقيا. قطع فريق الأهلي شوط كبير نحو التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على فريق جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب في عقر دار الأخير. وجت ثلاثية النادي الأهلي في مستهل مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق جورماهيا الكيني لتكشف العديد من النقاط المهمة داخل القلعة الحمراء، فتمكن الأهلي من وضع قدم في دور المجموعات، خاصة أنه من الصعب أنه يخسر بهذا الكم من الأهداف في لقاء الإياب. كمان هيكون هناك أريحية في لقاء السبت المقبل قبل ساعات من السفر والتحرك للسعودية لخوض مواجهة السوبر الإفريقي ضد نادي الزمالك، فضلاً عن أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل صفوف النادي الأهلي لم تختلف عن الفترة اللي انتهى بيها المارد الأحمر في الموسم الماضي، وهو ما يعتبر مؤشر رائع وقوي للفريق في ظل ارتباط الفريق بألقاب محلية وقارية مهمة في انطلاق الموسم. وهنا الحديث عن السوبر الإفريقي والسوبر المحلي بالإضافة للدخول بقوة في مشوار حلم المنافسة على حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ13. بخلاف ذلك هناك تطور واضح ظهر في مواجهة جورماهيا، وهو ضغط الفريق الأحمر على منافسه في كل أنحاء الملعب رغم إقامة اللقاء خارج الديار. كمان ظهر بيرسيتاو بمستوى فني مميز.